ما حكم الزواج من بنت العم او بنت الخال؟ وشكرا لسماعك. لا حرج في زواج بنت العم بنت الخال، الله ابعد ذلك سبحانه وتعالى، ولك النبي صلى الله عليه وسلم ببنات عمه عليه الصلاه والسلام، فالممنوع الاختين جمع بين الاختين وجمع بين الخاله وعمتها والمراه وخالتها، هذا هو ممنوع. اما بنات العم وبنات الخال فلا باس، وبنات الخاله وبنات العمه فلا حرج في زواجهن وجمع بينهن. نعم.